الاوضه هلا صار عندنا. يلا لولو مين عم يحضروا مين عم ياكل بيجل؟ لولو هاي البيجل تاعت بوبو قد ايه صارت فيها؟ يعني بوبو طحنتها للبيجل، هاي البيجل وشوية كريم تشيز اكيد، وهذه بوبو نازله فيها. لولو عادي منيح ماما بتختنقي، لولو عادي جالسه ماما، لولو عادي منيح. يلا يلا ورجينا بوبو عم تاكل بيجل، يلا يلا بوبو بتطحن البيجل، يلا بوبو بتطحن بيجل ما بترد الا ماما عادي جالس ما بتطحن. ما رجعي لورا ما حرام لك كيف قاعده عليا، رجعي لورا شوي. شو شو صار معك؟ هي بتقرب لقدام. طيب يلا حطي لها. لا عندها كثير بدل ما خلص. عندها كثير عن جد؟ بعدين او بعد لا وين شو بعد بوبو بدها تاكل بعد بوبو. يلا يا وانتو ايد بوبو كنت عند الدنتس اليوم، ما شافوا لك الدنتس بس 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 امك وبيك تحلون اسنانهم يا بوبو اليوم. اول 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 جلسة عند الدكتور يا بوبو. ماما حبيبتي انت كبيت عليها بوبو بسرعه بسرعه، ليك بتجيبها بتجيبها بحطها اسنانها كثير عم ليك عم تعمل اسنانها اسنانها كثير عم يجعوا بوبو. ماما بليز رجعي لورا.